شهدت أسواق مدينة دير الزور ازدحاماً لافتاً من الأهالي الذين يستعدون لاستقبال عيد الأضحى المبارك وسط فرحة كبيرة بعد خلاص المدينة من الإرهاب الذي أطبق عليها حصاراً خانقاً خلال السنوات الماضية وحرم أهلها حينها من الفرحة. أما اليوم ففرحة العيد مضاعفة بعودة الأهالي إلى مدينتهم ولقاء الأحبة والأقارب. مبسوطين بأجواء العيد وبأجواء عيد، والأكثر شيء مبسوطين إنه فتح الطريق ورجعت الأمور بخير الحمد لله. وضع بخير الحمد لله، والأمور بخير والناس رجعت مثل أولي وأحسن، وكل عام وأنتم بخير. أقبل المواطنين على التبضع ممتاز جدا، يعني زين، حيل زين. والأسعار؟ الأسعار جيدة، جيدة جدا يعني، وكل عام وأنتم بخير. عايشينها مثل أولي وأحسن، العالم كلها موجودة ورجعت العالم على بيوتها، والأسواق كلها مفتحة، المحلات يعني رجعت مثل أول وأحسن. رجعت السوق، رجع مثل ما كان، والحياة طبيعية وكل شيء صار مثل الأول. يعني اشترينا هدوم العيد وإحنا مبسوطين، وكل عام وتوفر. بهجة التحضير للعيد عادت إلى عروس الفرات بعد أن خلصها أبطال الجيش العربي السوري من الإرهاب، فالفرح يليق بمدينة الصمود والانتصار. زينب، شو أحلى